المدام واجهة مع واجهة الجندوبي. بونجور بونجور بونجور، نهاركم سعيد، نهاركم فل. ياسمين دقلة حليب عسل. اليوم الجمعة 13 نوفمبر، جمعة و13 تقلقني شوية، نخاف منها شوية، ولكن عنا ما نحكيو عليها من بعد. مش تبدا اون برانسيب حاجة ياسر ياسر محلية. الويكاند جي والابتسامة عريضة، الناس كلها تضحكوني كيف كما تضحك خارج الاستوديو وداخل الاستوديو. مش قلتوا ماكم جايين انتوما؟ مش قلتوا مقرفين؟ دالي مش انا، شكون؟ على شكون؟ انتوما قلتوا مقرفين ما نجيين اليوم. انا ما نجيش. نورمال تقرف شختم شوف العباد في جمال والدنيا صحيت نهار كامل من بلاد لبلاد صحيح وبدون رخصة يتحرك ونحن صامتون. ما لا لا ما غير ما تخسر عرفت انا كالسباب نتاع اي ادارة سيد المدير دالي حبيقر. معكم فريق المدام وجهة من توا حتى نص نهار، من 9:30 لنص نهار المدام وجهة مع وجهة الجندوبي. يا سيدي نهاية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي يتعدى ويكند ياسر 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 محلي، وإن شاء الله نسمو أخبار جميلة من غير ما نقولكم. أنا راهو السبعة تاع العشية، تشدوا دياركم تلموا رواحكم وتقعدوا تشريوا شوية قلوب، تنكشوا شوية قلوب، تتفرجوا في سيريات، تتفرجوا شوية فيلم، تعملوا دي جو أنتم وأطفالكم صغيراتكم، ما عندكمش أطفال تجيبوا أطفال تتلاقوا شوية حاسينوا. المهم شوية أكتيفيتي عائلية ولا صديقة ولا كمثلا أصدقاء عندكم برشا ما تقابلتوش، ما في بيس أصدقائك بحذيك للدار تعملوا معشية طاولة من هنا الغد، هو مش تصرف عليهم شوية، مش محبذ أنك تستدعى أصحابك على الكورة. علاش أربعة ما أكثرش من زوز أخرين؟ كل واحد مترو بينات أخوي، مترو أي على عندك دار كبير وإن شاء الله دار كبيرة. تسمعوا فينا يا سيدي الناس الكل على الفريكونس نتاع اي اف ام في تونس وخارج تونس، تفرجوا علينا زاد كيف كيف في اي اف ام تي في، خديتها لك هذايا على شان يوتيوب اي اف ام. الفريق كامل يا خويا يصبح عليكم، باش تلقاو عندنا الاخبار، باش تلقاو الضحكه، باش تلقاو اخبار المارشي، الدنيا الكل الدنيا الكل كيف العاده كيف العاده كيف العاده. اول ما نبدا نبدا بالسونداج، ما تخافش مش نبدا بك انت. ايوه نبدا بالسونداج. الوغ سونداج البارح شفنا اللي 58% من اللي كوبل يتربجوا معناها ببعضهم، ما يسميوش بعضهم، قولوش دليل يوسف عزيزي عزيزتي، لا مش عزيزي عزيزي، بلوتو دلول جوزيف حاجه هكا دودو، فوالا دودو دونك دلول وينك دلول لابياس سعيد دلول امورك باهيه اش نقول لك دلول باش تكون معك انا كشيء. السؤال باش يكون اليوم في نفس الموضوع، والسؤال يقول شكون يتربش بالاخر اكثر؟ المراه ولا الراجل؟ بجرب باش قول راهو لينا كيف نخمم والله في بالك ولا ساعات نتعارك انا ومرتي نقول لها يا روحي، تقول لي كي نبداو نتعاركوا تقول لي يا روحي عيط لي باسمي عيط لي باسمي صحيت كاينه برانيت صحيت تقول لي كي نبداو نتعاركوا ما تبداش هكا تذب لي في عيني فوالا متعاركين 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 بالقدر نقعدوا دونك الترجيجه عندها وقتها مش ترفت رلاف تقوم يا دودو يا توتو. دونك سؤالنا هذاك هو شكون يتربش اكثر المراه ولا الراجل؟ دونك انتظار اللي تتربش برشا وفي حدود زاد مشكل في كل وقت هذا داي هذا داي وانت دليل. لا لا انا المراه تتربش اكثر، المراه تتربش اكثر نتصور هكا الراجل راهو رانا 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 معناتها شنو نعمل انا نسكر البرنامج عمرنا كيفاه عمرنا نجموا نتربجوا اكثر من المراه وغنجه شوف لي كل شيخ تاع شختي في السوق في السبور عايش كيف هذاك هذا يحكي بمنطق المراه والراجل واحنا ودري شنو والبرنامج هذا يجي مخر ويمشي الجميع ماهوش هذا المنطق نتاعو صحيت صحيت عرفت كيف نحبوا نطردوا بس عملتهم لي الكل نطفى عليك صح باهي. دونك سؤال وطرحناه اجاباتكم التافهه وقلتوها نجم نروحوا باش نتعداو. الجوزيف اليوم باش يحكي لكم على الجمله اللي بديت بها انا، الجمعه 13 من الشهر. نعم كالعادة في فصل الحكاية باش نحكي حكاية باش بعد دالي باش يفلم بها قدام برشا يقولوا نهار خايب نهار لو فوندردي 13 نهار نهار يخافوا منه برشا عباد ونهار يستفيلوا فيه يستفيلوا بيه يا ربي يستفيلوا بيه برشا عباد. هو لازم نحكيو على الرقم 13 قبل ما نحكيو على الفوندردي 13. الرقم 13 ما نلقاوهش في الطيارات مثلا، فماش فما من 12 لل 14 فماش لو سيج نيميرو 13 وفماش في الوتله زاد البيت نيميرو 13 خاطر الشيفر معناتها
معناتها معناتها لا راك لا اكثر من كورونا صحيح أه. اكثر معناتها نجيوها الحين كورونا من بعديك الحكايه هذه بدات بالرقم من عهد المسيح من الثقافه المسيحيه على خاطر لو ديرنيي روبا دو كريست يعني اخر عشاء نتاع السيد المسيح كان نهار 13 مش كان نهار 13 كانوا في الطاوله 13 واحد منهم جودا يا يهودا اللي كان معاهم اللي هو لو تريتر نتاع جيزو كري دونك نهار 13 ما يحبوش في الثقافه المسيحيه على الحكايه هذيا والرقم معناتها نهار الجمعه هو نهار الكروسيفيكاسيون دو كريست نهار اللي عملوا الكروسيفيكاسيون دو كريست هو نهار الجمعه دونك ربطوا لو ديرني دو ديني دو كريست 13 واحد منهم نمره 13 جودا يهودا اللي هو لو تريتر نتاع جيزو كري ونهار الجمعه نهار الكروسيفيكاسيون دو كريست فوندردي والشيفر 13 دونك فوندردي 13 ما يتعداش في الثقافه المسيحيه جمله اما صارت بوكو داكسيدون في جرة نمرو 13 اللي ساعات ما يحسبوش في حاجات ويحلو دونك وي تنحكيك على حادثه مش تو من بعد اما جاو الاغريق الاغريق الجريك وقال لك ما جاو ما قبل الكريست اما الاغريق قال لك خويا نحن شيفر 13 بورت بونو عرضوا لنا شيفر 13 نحبوه وهو شيفر بوزيتيف ونهار الجمعه في الميثولوجي غريك هو نهار افروديت اللي هي لا ديس دو لامور دونك نهار الجمعه الهه الحب افروديت نمرو 13 ولو فوندردي عندهم هما حاجه باهيه على الاخر ولا ما عندهمش مشكله مع النمرو 13 ولو فوندردي حاصل لو فوندردي 13 يجي مرتين ولا ثلاثه في العام كان لو 1 جانفي يتيح نهار خميس يجي ثلاثة مرات في العام لو فوندردي 13 كان يتيح لو 1 جانفي نهار خميس مش أول مرة في 2020 يجينا فوندردي 13 جينا في مارس أها مارس شهر في مارس مش بك تضحك نضحك على لو 1 جانفي على 1 جانفي جينا بالخميس لو 1 جانفي كان يجي بالخميس اي يجينا فوندردي 13 ثلاثة مرات في العام داكوغ كي يبدا لو 1 جانفي أول العام يجي جودي دونك أوتوماتيكمون لو 13 يجي فوندردي كان لو 1 جانفي يتيح بيوم الخميس اي نعم لو 13 فوندردي 13 يجي ثلاثة مرات في العام انا من بعد فهمني حكيت لو 1 ذي جودي بالخميس بالخميس باه يوم الخميس يوم الخميس 1 جانف الخميس الاسود لوت في 1 جانف يجي نهار خميس صحيت يجي فوندردي 13 ثلاثة مرات في العام يا سبحان الله نحن في 2020 جينا مرتين دو فوا اليوم اللي هو والمرة اللي فاتت جي فوندردي 13 مارس وش صار في مارس؟ غاب خالص شنو بدا في مارس؟ الكورونا تألقت وبشكل كبير الناس الكل نعرفوا شنو معناتها حكاية مارس والكورونا نحن في تونس بدات في مارس وانا نأكد لكم اليوم باش نتكلم في بقعة مدام ليلي ومحسن عيفة اليوم فوندردي 13 جاو به على الاخر امورنا واضحة خاطر الكورونا باش تبدا توفى اليوم اليوم نهار بوزيتيف انا عندي بوزيتيف ان شاء الله يا ربي بوزيتيف على السكور عنده بوزيتيف خاطر فهم الويكاند راه مش حاجه اخرى لا ولا لا مو صارت حاجه خايبه فوندردي 13 مارس تو احنا فوندردي 13 نوفمبر ان شاء الله نيجاتيف بوزيتيف ونبداو ندوروا في العجله ونيجاتيف بوزيتيف في الفيزيك شارتي فما بيليت بوزيتيف ونيجاتيف حاسين باش نعطيكم دو دات معناتها قعدوا في فوندردي 13 في الذاكره هو فوندردي 13 سبتمبر 1996 هو نهار اللي توفى توباك رابور توباك وفوندردي 13 نوفمبر كيما اليوم لاتونتا في باريس تاع الباتاكلون كان تذكروا 2015 كان عندي عارض انا بعد بشهر دونك لي دو دات هذوما فار نتاع الفوندردي 13 وفما شكون يقول الاخت بوغانجا اللي صارت مشكله في البورصه فوندردي 13 في امريكا انهارت البورصه نتاع امريكا دونك ما لقيتهاش انا في ويكيبيديا صاحبي اللي ناخذ منه المعلومات قالت لي بوغانجا دونك فوالا صاروا فازيت في فوندردي 13 خايبين وباش يصيروا فازيت بهي ان شاء الله واليوم 13 اليوم 13 نوفمبر يوم الجمعه واحنا مسلمين نستبيختوا بنهار الجمعه نهار الجمعه نهار ياسر احنا نحبوه ان شاء الله ما فمك الخير ما عادش تعاودهم لي حاجات هذوما انا كان في بالي فوندردي 13 نعم كان في بالي راني لا قلت اليوم نهار بوزيتيف صحيت مدام ليلي تجي مدام ليلي من بعد شكون نهار به من بعد عندكم موعد مع ليلي باش تحكي لكم على البرج وطالع توا باش نمشيو نشوفوا شويه اموال وراجعين
ما في ساعتين محمد السياري يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. الشرطة تلقات بلاغ يقول أن المنتج السينمائي ورجل الأعمال أنري كايل اقتل في داره. وبالطبيعة وقت اللي يجي بلاغ من بلاصة كما بلاغ، البوليسية يجي ويجريه وفاتا ورات، عكس البلاغات اللي يجيهم من الأحياء الشعبية والفقيرة. مع الخمسة متاع العشية البوليس اللي كان موجود في الاستقبال تجهر يشوف في مرأة قدامه طويلة سرولة كملت الزين وجاية مصرار، عينين خضر يغرق وبلانسي حارق وشعر أصفر بسبسب رابط على كتاف. ايش نديها القنبلة؟ البوليس فرك عينيه مرتين باش يصفي في ناراته ويراها مليح. تفضل يا للا تفضل، باش نجم نعاونوك. نهج تريبيونال، نعرفوا غرامك بمشروعك والأفكار اللي عندك الكل باش تطوروا، نعرفوا الوقت الكل اللي تعدي تحسن في منتوجك وتلوج على الفرص. هاوك عليه في سويفر، نخضع عليك مشاكل الفاتورات باش تركز في اللي أهم. سويفر أول لوجيسيال دو فاكتوراسيون اون ليني مطابقة للكونتابيليتي تونيزيان. حضر فاتوراتك وتبع حسابك من أي بلاصة بعصوم اون توت سيكوريتي. والأكثر معلومات كلمونا على 36 0 18 ألف. Suiveur, votre spécialiste de la facturation en ligne. من 9:30 لنص نهار، المدام وجيهة مع وجيهة الجندوبي. رجعنا لكم في المدام وجيهة 9:55 دقيقة. يوسف يحب يوضح حاجة، تفضل. إيه بوغانجا جاتني تو في وذني قالت لي راهو حكاية البورصة سي يوم الخميس الأسود. دونك الجمعة الجاية نهار الخميس تنحكي لكم على الخميس الأسود. جاوكم باهي. مرسي بوغانجا وفريق الاعداد ولا لا؟ طبعا بيان سور. جمعك هذيك المعلومه. كان نعرف نهار الاثنين شنو باش نحكي؟ من عند شكون؟ من عند بوغانجا. ما نقولش. باهي ودالي شنو باش يحكي؟ دالي تو شنو باش يحكي؟ اعطينا حرك بدل. ايوا كوتش غو بونجور. غو بونجور. باش نحكيو على النقص ونضعف وكل حاجة هذوك ولا؟ اي باش نحكيو على النقصان، باش نحكيو على دي زيرور. نقصان راه امور عربية. نقصانك صعب اكيد. العباد اللي تحب تنقص فيسع في الميزان بور بيردو دو بوا، شنو هي الحاجات تنقص في الميزان؟ شنو هي الحاجات اللي ما لازمناش نعملوهم باش نقصوا في الميزان؟ فما دي زيرور ما لازمناش نعملوه. فوالا متفاهمين؟ الحاجة الأولى سيدي، أول حاجة لازمكم تعرفوها أنه لي ريجيم اللي قاعدين تستعملوا فيهم متاع كل لازمك تاكل مانيش عارف شنية، ومتاع أنك أنت ياسر إيبر بروتييني، ومتاع أنك أنت تحرم روحك بالشرط، راهو هذوكم الكل حكاية فارغة. بور كومونسي. وراكم يضعفوا شنو الحكاية؟ باش نفسر لك على سي فغي يضعفوا من بعد فايدة من بعد باغ لا سويت تنعطيك علاش هما ماهمش باهيين ماهمش تخي تخي إيفيكاس. أول حاجة ساكوت برشا فلوس، ثاني حاجة راهو على خاطر من بعد كي توقف أنت الريجيم بدنك ديما يقعد مستحق دي زانغريديون ولا دي زاليمون، على الأول ما يشم الريحة نتاع أي حاجة فيهم راهو يبدا يستوكي. داكوغ. فاهمين؟ دونك الحاجة الأولى، دونك الحاجة الأولى قلناها ديجا لي ريجيم هذوكم ايبر ايبر معناتها ستريكت احنا نسميوهم ولا ريستريكتيف معناتها صعب برشا سي ايفيتي. ثاني حاجة ما نخممش اني انا نحب فيسع فيسع نقص برشا في الميزان على خاطر راهو فيه دي كونتر انديكاسيون. دونك هذه الحاجة. ثاني في الميزان ما لازمنيش نزل روحي كل يوم على خاطر كي نزل روحي كل يوم النجم سيكولوجيكمون نتقلق نقول راني طيحت 100 غرام 200 غرام 300 غرام نقول لك هذا الكل عملته في الاخر طيحت كان 100 غرام ولا 200 غرام. نحاول باش نزل روحي مره في الجمعه سي لارجومون سوفيزون باش كي كنشوف البروغريسيون اللي انا عملتها حتى كي نلقى الشيفر باهي سي سيكولوجيكمون المورال تاعي مهزوز. سوتي لو روبا اللي حكينا عليها البارح ان احنا ما نتعشاوش ولا ان احنا ما نفطروش ولا ان احنا فطور الصباح ما نعملوهش، فمش كون يخرج ما يفطرش فطور الصباح، فمش كون فطور القايل يزبيه يقول لك تو نفطر ونتعشى مع الاربع الخمسه نتاع العشاء. اي من فطور من عشاء. من فطور من عشاء هذاك الكل سي با بيان على خاطر يلزمنا نخليو مينيموم ثلاثه وجبات في النهار، هذوكم ما فماش كلام فيهم. صحيح. كيما قلنا البارح لازم نعرف شنو ناكل حسب لي كالوري، فما عندنا ميزان نتاع دي كالوري وزاده مش هكيك برك راه مش لي كالوري برك يلزمني زاده في لي كالوري نعرف شنو نختار لي زاليمون زاده كيف كيف بروتيين ولا 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 غرا ولا لي فيتامين اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ما نحاولش جوست نغزر لك قداش فيها معناتها انرجي ونقول هذه راهي فيها 100 كيلو. انا ما نغزرش هكاك نغزرش عندي في الكوجينه الحق. معناتها الريجيم كونتر انديكي. الريجيم بيغ سيفير سيفير على الاخر سي كونتر انديكي. انا مره جاتني مرتي قالت لي باش نعمل ريجيم تفاح.
مشيت شريت برشا تفاح فما شكون يعمل ريجيم لايت باش ما نسميش الماركه فهمتني تبدا كحله فهمت ريجيم لايت يقول لي هذاك مش بيقول لك صفر سكر لا ما جيت مناسب يعطيك هذا زاد باش نحكي عليه ريجيم تفاح قالت لي باش ناكل كان تفاح لا يعملوا ريجيم نتاع تفاح نتاع كرومب نتاع اما يلزمك زاد تعمل تبدا يلزمك زاد تاكل بروتيين وكل شيء ايوا ما لازمش ناكل فيسع خاطر كي ناكل فيسع ما نهضمش بالكدا دونك المشوار نتاعي ما تنجمش تاكل لي زاليمون اللي كليناهم وكل دونك كي تهبط المعده تتعب برشا باش تهضم دونك نحاول ناكل في عقلي ان المشوار نتاعي تخدم بشويه بشويه وناخذ وقتي في الماكل نتاع كلي ربع ساعة ناكل ودرجين ناكل وناكل بالواقفة باش تهبط فيس على الماكلة خاطرني واقف هذيك كل ما فماش منه في باليش بال داكوردو حتى انا عمري ما نسمع بدري نجيب الحكاية هذيك نقول لك انا ناكل فيس تفديتكم كوا سامحنا شنو تفديت اه فهمتوها ايوا باهي سيدي سوريونتي فيغ لي برودوي اليجي معناتك اللايت هذاك الكل كيما حكيت معانا الدكتورة قالت لكم راه سي فري ما يبدا ما فيش سكر مي في حاجات اخرين اللي هي بتاتر كونسيريجين عافانا عافاكم الله دونك سي ايفيتي سادس حاجه ان با سوفيي لي كالوري تنجم تقول لك انا باش ناخذ بار دو سيريال فيها بي اكزومبل 200 كالوري والا بنانه فيها بي اكزومبل 250 كالوري نقول لك بنانه ما ياكلاش ناكل بار دو سيريال مي باغ كونتخ البنانه فيها فيغ فيها حاجات اخرين اللي نجم معناتها هما ينفعونا خير كيما في الزيت زاد كيف نجم نقول لك يا زيت زيتونه ولا زيت موش باهي برشا خاطر غرا اكل غرا هذاك دونك ينجم يعاوننا باش ندخلوا لبدننا معناتها حاجات باهين الحاجه الاخرانيه نعرف تاع الميتيوجيت العباد اسمها ذيك الفوفه الغاليه فوفه ميتيو اني انا نستعمل كوتشي اخر دبر لي عشان هذه غلطه ثانيه ما عادش سيء دونك اني نستعمل برشا بروتيين نقول لك اني انا باش نستعمل اكثر من لازم بروتيين باش نحرق فيسا ولا باش نقص في الميزان باش ما نسمنش باش ما ناكلش برشا بات ما ناكلش برشا غرا نقول لك راهو غلط على خاطر مربوط بالنومبر دور باغ سومان اذا انا نعمل 20 اور دو سبور باغ سومان يلزمني ما نفوتش 2 غرام باغ كيلوغرام نتاع ميزانك اذا انت باكزومبل 60 لازمك تفوتش 120 في النهار غرام بروتيين دونك الزياده هذيك الكل بزيدها بلوس راح كيفاش تحيد دالي فيها الكلام يا كاويزي يوفى الحديد يوفى الحديد والاكتيفيتي سبورتيف هي اهم حاجه في البدن ميرسي بوكو كوتش نحن مازلنا باش نتواصلوا معاكم حتى نص النهار تو قايت الميتيو مع صديقتنا العظيمه الفا اخبار وراجعين بعد شويه استنوا مدام ليلي في استرو ليلي على اي اف ام احلى راديو